عودي معكم للمتابعة. طبعا شغل الشاغل هن ولادنا، ودايما نحن بنعرف قد ايه بدنا معلومات ونمشي على الزيح المزبوط، لانه حتى ما نفوت فيهم وما شو بقولوا تتعشش فيهم العقد يلي هي بتخلق من عمر السنة لعمر انتهاء المراهقة، اللي هو بيقول دايما انا يا ريت يا ريت من 13 ل 22 في شيء هيك بفزوا فزه نقدر نقطعها من دون هالمشاكل هيدي. ولادي بالدنيا واسئلتكم المباشره مع مايا. مايا، في شيء حبه بنقدر ناخذها لهالموضوع ولا عندك شيء وصفه؟ بدك تروق، في حبه اسمها مايا ولا تروق اعصابك؟ يلا بيمرقوا 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 شوي شوي. مايا طبعا في كثير اسئله رح بلش فيهم، وبسياق الحديث بنسال بعض الاسئله كمان اللي بتخطر على بالنا والعالم بحبوا انه يعرفوا اجوبتها وفيهم يتصلوا فينا. في سيده عم تسال وكثير بحترم السؤال، عم تساله عن بنت زوجها اللي عايشه معها. عاده قبل كانت تجي وتنام معها حدا على التخت هي وبيها، وهي مش بنتها يعني بنت زوجها، بتنام بكل راحه وما بتحب انها كثير تروح عند امها، بتحب انه تضل عنده، ما عندها مشكله، وحتى هي وعند امها بتعذبها بالنوم. هلا خلي عندهم من شهرين ولد بيبي بالبيت، صار عندهم بيبي جديد منهم، وصارت عم تعذبهم زياده وما بتقتنع باي شيء، مثل ما انه ما بدها نروح على البسين بكره اذا نمتي عنا، بس ما بتفرق معها، ما في شيء بيفرق معها. بس البيبي اللي خلي، انا مثل ما فهمت من السؤال صحح لي جوزيف، خلق عند الام، عند امها ولا ببيت بيا؟ الطفل المولود الجديد هي قبل كانت تجي وتنام، ما تحب تروح عند امها مع انه خلق لها خي من شهرين. شكلها عند امها. عند امها، انا فهمت انه عند امها. نعم. فهي ما بقى عم تقبل تجي لعند بيا وزوجة بيا، يعني هون صار في مشكلة انه ما بقى عم تقبل تجي عند الاب وزوجة الاب. الوقت اللي قبل كانت تجي هي وكثير مبسوطة وبتحب تجي. صحيح. هلا في كثير اسباب يعني بيقدروا يوصلونا لهيك شغلة، بس ما بنقدر نحدد بسهولة يعني. نعم. مثلا اول سبب انا بفكر فيه انه ممكن انه يكون في غيرة كتير قوية من خيها، وبالتالي وقتها بتنوجد مشاعر الغيرة، أوقات بتنوجد عند الولد هالرغبة أنه أنا ما بدي أترك البيت تيضل كل شيء أندر كنترول، يعني تضل مسيطرة على الولد وأعرف شو عم بيصير بغيابة. يعني بيصير الولد كتير يشغل راسه، هي عمرها 5 سنين كمان واعية، يعني بشكل أنه إذا أنا رحت لعندهم بركي بوسوا البيبي اكثر، بركي اهتموا بالبيبي اكثر، مثل كانه بدها تضل عم بتراقب انه شو عم بيصير مع خيي، انه ما بدي اروح لانه لازم ضل عم راقب الوضع يضل تحت سيطرتي. من هيك تضل هون. هلا هيدي بتشبه قصه كمان وقتها بيكون في ولد من الولدين بيروح على المدرسه، بوقت من الاوقات وقتها بيخلق مولود جديد، اوقات في اولاد ما بيعود بدهم يروحوا على المدرسه، بيصيروا انه بليز مامي خليني معك ومع اختي او مع خيي، وبيصيروا اول ما بيفوتوا من الباب بيسالوا انه وين رحتي؟ ليه لبست ثيابك؟ وين رحتوا اليوم انت واختي مثلا؟ بلا انت لابسه ثيابك، اخذتيها معك ما اخذتيها معك؟ بصير في هيدا الاستجواب، كانه بدهم انه يسيطروا هن على الوضع، عم بفوتهم شيء اذا هن. هل الغيرة بتستمر معهم لعمر كبير 18 و19؟ اجمالا لا، اجمالا لا، اجمالا هي فتره غيره بسنوات الطفوله، يعني لا. اذا بدها تستمر بتستمر بشكل كثير واضح حوالي 2 أو 3 سنين، بس مش اكثر، يعني اذا عم نحكي عن ازمه الغيره، يعني لا. عن مشاعر غيره بتعمل ازمه. هلا هي سؤالها عم تسالنا طب شو بعمل؟ بتركها على ريحتها؟ يعني بتركها انه اوكي ما تجي؟ صحيح. انا بقول لها اشتغلي شوي على موضوع ثاني، انه بدنا انه يضل في احتكاك فيهم كزوجة اب وكاب اكيد، وبدنا انه يضل معود عليهم، وبالتالي مش مشكله اذا مرقنا بفتره معينه هلا ما نامت عندهم، بس يشوفوها خلال النهار. يعني اذا هي هلا رافضه رفض تام انه هي تنام عندهم، مرتين اسبوعيا اللي هن حسب هن كيف بيتفاهموا هن وامها، يجيبوها انه تقضي نهار معهم، يظهروها، يعني يحسسوها بهالتواصل الحلو بيناتهم والاهتمام. لا. هيدا رح يرجع هو منه لحاله يخليها انه هي ترجع تحب تنام عندهم وتنبسط عندهم، عرفت كيف؟ لا. فانا برايي نشتغل على هيدا الموضوع بالنسبه لليل، هلا نتركها على ريحتها ونشتغل على قصه النهار. مش ضياع لها بين زوجة بيا وامها؟ ضياع شيء؟ أبدا. اذا كنا محافظين على تواصل سليم بين الطرفين، يعني اذا كانت زوجة الاب والهيئه هيك يعني ما بتحكي اشياء مش مفروض تحكيها عن الام، والام ما بتحكي اشياء مش مفروض تحكيها عن زوجة الاب، يعني هون بضيع الولد. نعم. بضيع الولد وقتها هو بيكون شايف شخص منيح انه مهضوم بحبني وواثق بهالشخص، فبيجي طرف تاني بيزعزع له ثقته بهيدا الشخص. نعم. هون الولد بيصير عنده انستابيليتي وبيتعب انه طب ما الماما عم بتقلي انه مش منيحه فلانه، طب ما هي منيحه. يعني من هيك بحالات الطلاق دائما بننصح نحن بعدم
الذنب بالطرف الاخر مطرح ما تدفعوا اولادكم نعم. ثمن شيء نعم. هن ما لهم ذنب فيه نعم. اذا بنجي بنفكر الولد ما له اي ذنب بالانفصال نعم. ما قلنا فاذا نحن ما بحق لنا ندفعوا ثمن امور معينه هو ما له ذنب فيها صحيح. خلينا ناخذ اتصال ونرجع لحديثنا. ريما صباح الخير. الو بونجور. يا هلا تفضلي ريما. بليز انا بس بدي اسال أوكي. انا عندي بنت عمرها 10 سنين بنتي كثير عنيده يعني ما فيك تقاطسيها باي شيء ما بيعني لها انه لا قصاص ولا تحرميها من شيء. هي عندها خي عمره 12 سنه بس اخذ حقها بكل شيء. عندها بروبلم انه اذا شيء ما عجبها وين ما كانت بريستوران وين ما كانت لازم يطلع صوتها عالي، لازم تعيط تبرر بالعيط بالصوت اللي كثير عالي. حاولت مع كل الطرق ما مشي حالها بولا طريقه. يعني صرت اخر فتره انه يطلع صوتها ابرم وجهي وانه الا انا ما بعرفك خلص انه هيك عيب قدام العالم. اي شيء اذا جابت شوكولا طلع مكسور لازم انه لا يطلع الصوت الاوفر. بتتحركش بكل شيء يعني ما في ما بايدها. اذا خيا جاب شيء هي ما جابت منه ايفن هي ما تكون ما بتحبه هذا الشيء لا ليه هو انا بدي كل شيء مثله يعني بتتصرف مثل هو. اوكي بجيب لها ما بدي انا هيك بس جبته. بس هي مشكلتي مع انه الصوت العالي. حاولت كل شيء ما بتتقاصص بشيء ما بيعني لها شيء حتى لو مدت القصاص شوي طويله. ايه ايه ابدا ما بيعني لها. عندها انه بتقعد بغرفتها وبتسكر الباب خلص. ما بيعني لها ابدا شيء كله كل شيء يعني ما خليت شيء معها. بس مشكلتي مع الصوت الكتير عالي يعني قدام العالم ما يعني خلص لازم السوبر ماركت كلها توقف تعرف شو عم بيصير وين ما نكون. انه كانه انه عملت لها شيء او انه انت ما عم تجيبي لي هيك يا مامي بس انت ما بتاكلي هذا الشيء ناخذ هذا لا انا بدي هيدا. انه ليه هو مش انا مع العلم انه هي كل شيء يعني مثله نفس الشيء ما بميز ولد عن ولد. حتى بالنوم انه بالليل بحسها بتجي بتركض بتنام حدي بتغار منه بس ما عندي يعني انا ما عندي تفرقه بين الاثنين. بس هي شخصيتها غير يعني حتى اذا حكى معها اي كلمه زعجها او شيء خيا بتاذي بتضرب يعني. هو اكبر؟ ايه هو 12 سنة. سنه عمره. نعم. طيب بس بتاذيه يعني خبريني هيدا الطبع هيدا الطباع اللي عم تحكيني عنها هلا اخر سنتين عم بتبين ولا انت بتعتبري انه هي كانت طفله صعبه كمان يعني منا طفله سهله؟ هي طفله صعبه لانه عندها المود لحالها ما بتحب تختلط بكل العالم ما بتضحك لكل العالم. يعني انا سؤالي هي وقتها كانت طفله عمرها 5 سنين 4 سنين كان ارضاءها صعب؟ يعني انت بتتذكري كانت منا هنيه مثل ما بنقول انه صعبه؟ لا هي كثير هنيه بينضحك عليها باي شيء صغير بس هي ما بيعني لها شو ما بتجيبي لها ما بيعني لها انه مالي انه انت شو جايبه. بتلعب مثلا بالايباد نص ساعه وخلص بتكبها على الارض مهمله. باللابتوب بتحمله انه خلص هذا الشيء ما بي شيء. مثلا اتخانقت هي وخيا بتمسك تليفونها وبتطرقه فيه انه ما عند ما دخلني انا هو زعجني. من هي هيك طبعا خلص بعدين بحالها بتضل ما بتضحك لحدا غير اللي بيعني لها. بتلاقيها مع رفقاتها بتنقي واحد او اثنين اذا كانوا ابسنت ماشي بتقعد لحالها مين ما كان. عندها نوع من الانانيه ولا بتتشارك مع رفقاتها؟ مع رفقاتها مع اصحابها يعني بتعمل شيرينج لتشيبس لاشياء هيك ولا بتحسيها انه بدها الاشياء اللي عم تاكلها او الاشياء اللي لها بس لها بدها تكون؟ لا بتعمل شيرينج مع مثلا هو رفقاتها اثنين بس اللي بتختارهم من المدرسه تبعها بس. اوكي اكثر رقى بس غير هيك لانه لحالها بتضل. هاي مشكلتي معها بس انانيه قد ما بدك. حتى بالبيت عندها الانانيه بالبيت. حتى اذا انا عم حط لهم مثلا جوس بالكاب بتمسك الكبايه تبعها مع تبع خيا بتصير تطلع فيهم انه اي فيها اكثر. اي انه تجاوزت هيدا العمر بتمسكها بتصير تطلع اي فيها اكثر.
ليك انا اللي بقوله اللي بقول لك انه في طباع معينه او في شخصيه معينه عم بترافقها من هي وصغيره. يعني الموضوع مش انه هو مبلش هلا ريسنتلي او مؤخرا، هلا الاشياء السلوكيه بتبين اكثر هلا، لان احنا بنعرف انه بين 8 سنين وال 11 سنه تقريبا، يعني اجمالا الولد بيبرز شخصيته بشكل كثير قوي، يعني ببلش الصوت العالي، ببلشوا الجوابات، ببلش يسال، ببلش شي برهلنا انه انتم شو فهمكم، انا بفهم كمان والى اخره. فاذا من هون انه هلا ممكن انت تكوني قاشعه على الاشياء نافره اكثر وعم تنزعجي من الاشياء بالوقت الحاضر اكثر، بس انا رايي الشخصي بيقول انه هالاشياء مبلشه من قبل، يعني من هي وصغيره في عندها طباع معينه. بدنا نفرق بين طباع وبين شخصيه اكيد لانه مختلفين، بس انه ما بقدر احدد لك انا بدون ما اكون متابعه قصتها من هي وصغيره، بس اكيد هن مزيج من الشغلتين، يعني في عندي شيء بسميه تمبرامان او طباع معينه، وفي عندي شخصيه معينه هي ممكن يكون عندها اياها كمان عم بتادي لهيدا الموضوع. بس بهيك حاله شو؟ اذا في شخصيه يعني في حل بس. هلا اول شغله بدي اتجنبها هي القساوه المفرطه عليها، لانه انا اول شغله بدي افكر فيها انه كيف بدي احسن لها علاقتها بامها. يعني تا انا حسن العلاقه بالام وتا هي تعيش علاقه صداقه معينه او يعني تاخذ كلام انه امها بعين الاعتبار وتكون عاطفيا كمان خايفه على زعل امها ويكون في علاقه او تواصل حلو بينها وبين امها، ما بدي اجي بقساوه، لانه وقتها بيكون في قساوه من الام كثير قويه وعقاب مستمر والى اخره، فهون هي انه بالعكس رح تصير تفتش انه كيف بدي اخلي الماما تحل عني، او الماما مزعجه، او بتضلها فوق راسي، او بتضلها تنق على راسي. اذا غلطت يعني ما بدي الا انه انت هون غلطتي، يعني لازم بلا نكمل. بدي الا انه غلطتي، بس بدي اعطيها فرص، يعني انا اول شيء بدي احدد لها انا شو منتظره منها، يعني انا شو بحب انها تعمل المره اللي جايه بهالمكان بهالظرف اللي تواجدنا فيه مع هول الاشخاص اللي هي تصرفت معهم غلط وتصرفت بهالمكان غلط، ليه تصرفت غلط وانا شو منتظره منها مرت الجاي، كيف الامور كانت تغيرت لاحسن ولاحلى، وانا كنت صرت كامك راضيه اكثر وانت انبسطتي اكثر لان هالشيء انعكس عليك وحياتنا كلها تاثرت ايجابا لو انت عملتي هالتصرف. يعني بدي انا اعلمها التصرف بهالشكل. هلا ما في شك انه العقاب بفيد، بس ما بدي زيدها بالعقاب، يعني العقاب بده يكون على تصرف معين او نوعين من السلوكيات تعرف هي انه مرفوضين، بس فيني كافي لما هي كمان بتعمل اشياء نوعا ما بعتبرها بس جربت كل الامور. يعني بتصور يمكن لازم تحكيكي تحت الهواء، فيك تحكينا تحت الهواء وبقدر انا اوعدك بحلقه بس مش الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، عن التمرد بهيدا العمر، لان هذا نوع من التمرد، يعني الموضوع بده شويه وقت، بقدر انا اعمل لك حلقه عن التمرد بمرحله ما قبل المراهقه، فبنحكي عنه مش الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده. دائما انا بسالك سؤال بس دائما بنتظر منك انه تنزلي لي مستوى العمر، باي عمر بتخلص المراهقه؟ علميا 21 سنة. نعم. وبالتواصل مع الأولاد يعني السهولة بتبلش ب 18-19، بتبلش سهولة شوي من المساء مقارنة مع ال 14-15 إن شاء الله. ثانك يو مايك، بريك وبنرجع، خليكم معنا مع ضيوفنا من الباروك.